سلق عديمة الفائدة. ليس أنني لا أستمتع بإحضارك إلى وقت العدالة مجدداً. ألم تسأم من الهزيمة؟ لن أهزم، لهذا جعلتك تأتي هنا. أتظن أنك ستهزمني؟ هذا مؤكد. اهدأ بيربي، ستأخذ فرصتك. إذن هل ستخبرني ما الأمر أم علي التخمين؟ سأفعل ما هو أفضل من ذلك، سوف أريك. هل هذه سلاك؟ ماذا فعلت بها بلاك؟ أصلحتها وجعلتها أفضل لتصبح جيدة لكي أهزمك. القوة التي لم أكن أتخيلها. أنت لا تعرف ماذا تفعل. أتقوم بإفساد السلاكس؟ قد تدمر السلاكس كلها. بلاك، أوقف هذا، عليك أن توقفه. بلاك، بلاك. أعثر على ابني، أعثر على إيلاي، أعطي الرسالة. اذهب. ماذا تفعل هنا؟ إنه أبي، صحيح؟ عزيزي إلي، إن كنت تقرأ هذه الرسالة فهذا يعني بأنه قضي علي وأنا أحمل سلاكس. هذه واحدة من المخاطرات العديدة لكوني من الشين، مخاطرة ستواجهها أنت يوماً إن قررت السير على نهجي. قام الكثير من الشين بالذهاب إلى سلاكتيرا. إن اخترت أن تذهب تذكر اتفاقنا. عندما أصبح في 15، أخبرتك بجميع مغامراتي في سلاكتيرا، وسيكون لديك الكثير من المغامرات. الذهاب إلى هناك سيكون الجزء السهل، أما العودة للأعلى فستكون أكثر صعوبة. إن اخترت الذهاب ستكون رحلة باتجاه واحد إلى أن تتعلم سر طريق العودة إلى الديار. أعرف بأننا تحدثنا دائما حول قيامك بأول رحلة أسفل الأرض ونحن معا، لكن سيكون عليك أن تقوم بهذه الرحلة وحدك. لقد أخبرتك بالكثير عن سلاكتيرا، لكن هذا أقل بكثير مما ستراه. ستسافر عبر 100 ميل تحت سطح الأرض إلى مكان رآه فقط مجموعة من الأشخاص. ستكون بأمان داخل العربة، تمسك بقوة وحسب. مستعد؟ مذهل. واو، سلاكتيرا، العالم الذي تحت أقدامنا. أخيرا أنا هنا.
حين تصل إلى سلاكتيرا سيكون هناك مخبأ للشين على بعد مئات اليردات من الدروب. أمستعد لرؤية منزلنا الجديد؟ يا لها من فوضى. في الداخل ستجد كل الأدوات التي ستحتاج إليها للحفاظ على السلام. لنتخلص من ثياب سطح الأرض بيربي. ميكا بيست سيكون بانتظارك في منطقة الخدمات. عيد ميلاد سعيدا بني. شكرا أبي، رغم أنني كنت أتوقع شيئا أكثر روعة. أوه رائع، طراز الكائي، لما لا نسميك لاكي؟ أنا أحتفظ عادة ببعض المسدسات الإضافية، لكن سيكون عليك أن تعثر على سلاكس. ستكون هذه أهم مهمة يا إيلاي. السلاكس مهمة لكل شيء هنا. هناك أشياء مهمة أكثر من البخيرة. لا تطلق علي. من أنت؟ أنا؟ السؤال هو من أنت؟ سألتك أولاً، وأنا من يحمل المسدس. يبدو أنك ذكي مثلي تماماً. برونتو في خدمتك. متعقب، مكتشف، ومتعدد المواهب. غريب، فأبي لم يذكرك. والدك؟ والدك هو ويلشاين؟ بالطبع لدي تفسير جيد لهذا. حسناً، في الواقع أنا لم أقابل، لكن لو أنني قابلته فلا شك أنه كان سيتوسل إلي لأكون في فريقه، كما عليك أن تفعل أنت، لأنني متعقب جيد وأحفظ الطرق كما أحفظ اسمي. لكن أبي لم يذكر شيئاً عن حاجتي إلى متعقب أيضاً. هكذا تموت الأحلام. لكننا سنتقابل مجدداً إن تمكنت من المرور عبر كهوف الأوروك بعد أن تمر بعدة كهوف مظلمة. مهلاً، قد يكون المتعقب مفيداً. ياي عجل، هذا خيار حكيم يا صغيري. اسمي إيلاي. اسم جميل، سهل اللفظ، وأنا برونتو، لن أخيب أملك يا إيلاي. جيد، وإن كنت سأحارب الشر، فأول عمل لنا أن نحضر بعض السلاجز. صحيح، يجب أن يكون لديك مستودع كامل من السلاجز. أرني إياها. يا للروعة، ولكن أين البقية؟ لا يوجد باقي، لكن بيربي مذهل. لديك واحدة فقط؟ ييه، عليك أن تفوز ببعض السلاجز التي تملك خبرة في المعارك، وأنا أعرف أين تجدها. إنها مسابقة صغيرة، ولن تكون مشكلة بالنسبة إلى واحد مثلك. ماذا تفعل؟ لما الانتظار؟ قبل أن نذهب علي فعل شيء واحد، انتظرت طويلاً لأفعل هذا. تنتظر لفعل ماذا؟ هل ستطلق سلاج من مسدسك؟ أجل، مستعد بيربي؟ إنها إنفيرنس. واو، أحسنت بيربي. والآن ترى كيف يعمل هذا الشيء. سرب من الفلارينغوس، شاهد هذا بيربي. تطلق على سلاك خاصتك اسماً؟ ألا تفعل؟ يكفي أيتها الضريبانة. هذا يمكن اعتباره اسماً. المهم، وكما تعلم مهاراتي في المراقبة ممتازة جداً. واضح أنك لا تعرف الكثير من الأشياء. نشأت في مخبأ سري، إنه بعيد جداً ولا يعرف أحد بأمره سوى أفراد آل شين. أجل، هذا واضح. ماذا يحدث برونتو؟ مد البصر وامشي وانسى. ذلك الرجل بحاجة للمساعدة. مع عدم وجود واحد من الشين، من أجل المحافظة على السلام، أصبحت الكهوف هنا في حالة يرثى لها. واحد من آل شين هنا الآن. هذا ليس من شأننا.
أنا متأكد من أنك توافقني الرأي، فالنار أصلها شرارة. هذا كل ما لدي، لا يوجد إلا الفلابرز هنا. أنت أهرب. أنا أسيطر على هذا الطريق، استمر في المشي ما لم تكن ويلشين. ذلك كان أبي، وأنا أتابع من حيث توقف. هل هذه حقيقة؟ ويلشين كان يجب الخوف منه، أنت مجرد فتى. بل الفتى الذي يمسك بالمسدس، أتريد أن تجربني؟ حسناً جربتني. شكراً برونتو. من برونتو؟ وعفواً، اسمع، الطريق مليء بأشخاص كهذا، كن أكثر حذراً. مهلاً، من أنت؟ يبدو أنك بدأت بتحقيق العدالة. ابتعد عن هذا الطريق. تحتاج إلى أكثر من مسدس وملانويد لتكون من آلي شين. أيها الفتى. ظننت أن اسم آلي شين وحده كافٍ، لكن ذلك الرجل استخف بي. إن كان الاحترام هو ما تبحث عنه، عليك أن تكون شجاعاً في أرض المعركة مثلي تماماً. إن فزت في هذه المسابقة سيعرف الجميع أن الشين عاد ليقاتل من أجل تحقيق العدالة. وماذا إن لم أفوز؟ ستستمر الفوضى بالانتشار وستصبح معروفاً بأنك أحمق ولا تساوي فلساً، ولكنك ستفوز حتماً فاطمئن. شين؟ شهيد هذا يعتقد بأنه من الشين. حسناً، تأهلت للمشاركة، بالتوفيق، ستحتاج هذا. تأهل؟ إنه نزال واحد ليس إلا، لا داعي للقلق. ممتاز، من الرائع أن أنازل أحد ما أخيراً. ماذا؟ أنت لم... ألم تشارك في نزال سابقاً؟ هذه قصة طويلة، ومن الأفضل عدم التحدث عنها أمام المتنافسين. بالطبع لا، علي أن أجد لك شريكاً، سأعود حالاً. المعذرة، تسد طريقي. إنها أنت. شكراً مجدداً على... تعلمين؟ ماذا؟ إنقاذك؟ سيكون هذا سرنا. أنا مدين لك، اسمي إيلاي. تريكسي، قلت إنك شين، أهذا صحيح؟ أجل، أنا هنا للفوز ببعض السلاجز قبل أن أحارب الجريمة وما إلى ذلك. ما قصة الكاميرا؟ أنا أصور مسابقتي وأبحث عن شيء قد يمنحني القوة. لا 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 لا. من ذلك الشخص؟ جون بول، إن أردت الفوز عليك هزيمته، لم أجد نقطة ضعفه، ما عدا أنه متمرس. ألا يجب أن تتمرن؟ صديقي يحضر لي شخصا من السهل القتال معه، إلا إن كنت مهتمة. وأكشف كل خدعي؟ لا شكراً، سأصورك لأعرف خدعك، ثم صديقك وجد شخصاً. إلى يقدم لك كورت زيم. ما رأيك؟ أعتقد أن هذا سيكون مؤلماً. قلت سأقاتل واحداً من آليشين، هذا مجرد فتى. وأنت عملاق كهف. دعني أخمن، أنت لا تريد القتال معي أيضاً. أتمزح؟ لطالما أردت أن أقابل عملاق كهف، لن تجد مخلصاً وصادقاً وشجاعاً أكثر من عملاق الكهف، هذا ما كان يقوله لي أبي. يبدو أنه لا يعرف أباك المدعو ويلشين. ويلشين؟ قال ذلك؟ هذا يعني أننا سنخوض نزالاً معاً؟ قم بالاختيار. فلابرز، ها؟ رائع. ولكن هذه عديمة الفائدة. كل سلاج مفيدة. إذن ماذا تعرف عن النزال؟ أولاً تختار السلاج ثم تضعها في المسدس، وحين تصل سرعتها إلى 100 ميل تتحول، وهكذا حتى يستسلم خصمك. شرح والدي لي هذا مئات المرات. أجل، إن الشرح ليس نزالاً. في هذه المسابقة إن فزت تختار سلاج من خصمك، وإن خسرت في أي مباراة حتى في مباراة التأهل. قد أخسر بيربي. هل أنت مستعد للمخاطرة بكل هذا؟ ليس لدي خيار آخر، صحيح؟ لا، قتال.
لم أكن مستعداً. الفكرة أن تكون جاهزاً دائماً. قف جانباً، لن يتمكن من إصابتك. أتعرفين بأنك تساعدين المنافس؟ لطيف، يظن أنه منافس. هذا ليس سيئا. لا تصوب مباشرة نحو خصومك، حاول أن تتحرك لتشويشهم. هل تعني هكذا؟ أجل، هذا ما أتحدث عنه. ياي، هذا هو إلاي الذي أعرفه، أو الذي قابلته مؤخراً. حركة ذكية. وأيضاً سلاك تأخرت مثلك. لماذا لم تخذ قتالاً من قبل؟ قطعت وعداً لوالدي ألا أقاتل قبل أن أصبح في 15. دعني أخمن، عيداً سعيداً. البارحة. لدي شعور جيد بشأنك إلاي، ربما لا تملك الكثير من المهارات لكنك شجاع. أتظنون بأنني مستعد؟ بالتأكيد. ربما. لا، سيكون وضعك جيدا. في الواقع أنا أشعر بالأسف على ما سيواجهه خصومك. تذكر ما قلته سابقا بشأن شعور بالأسف؟ أنا أتراجع عما قلته. أنت ستواجه شوكواير. يبدو أنك من شين فعلاً. شين؟ سوف يدمرك. رجاءً، لا يبدو قوياً جداً. ما رأيك بيربي؟ يستخدم تيزر لينكس، وأظن أنه يستخدم خدعة واحدة. خدعة جيدة. لدي خدعي الخاصة. حقاً؟ أكيد. أتعرف بعض الخدع؟ اسمعوا، سأكون بخير. أنا إنه يدمر أهدافه تماماً. أتعلم تيزر لينكس قوية، ولكن إن عملت كثيراً تخطئ الهدف. حقاً؟ جيد. يخبرونني بأنك شين. صحيح. وليس لديك سوى فلارينجو واحدة مع مجموعة فلابرز. أجل، أنت مجنون أم أحمق أم كلاهما؟ هناك خيارات أخرى؟ إبداع! ليس بعد بيربي، ستحصل على فرصتك. أطلق. لما لا يستخدم استاذ خاصته؟ إلهي، لن تفوز أبدا باستخدام فلابرز. انتظر، أعرف ماذا يفعل. سيتم تدميرك. بقي القليل، أصبر. لا، ينتظر أن تخطئ التيزر لينكس الهدف. حسنا بيربي، الآن. لا، توقف، أرجوك توقف. الفائز في المسابقة هو إلاي شين. بيربي، نجحنا. يبدو أنك من الشين فعلاً. شوكواير، تعال هنا وادفع. أجل أجل، قم بالاختيار.
لديه سلاكس جيدة إيلاي. هي لنفكر في هذا. لا كورد، لدي فكرة أفضل. من منك يريد أن يأتي معي؟ أنا من آل الشين، وبعد انتهاء المسابقة سيكون علينا الاستعداد لمغامرة كبيرة. ماذا؟ أنت تسأل السلاكس؟ لا أحد يفعل هذا. أهلا بك في الفريق، ما رأيك باسمي جولز؟ هذا بيربي. أنت رائع، لكن بما أنك في المسابقة الآن لن نقدم لك الخدمات، نحن هنا لنفوز. عليكم التقدم إذن. الجولة الأولى تبدأ الليلة في كهف سباركس، وستقاتلونهم جميعا. دكتور بلاك، عليك رؤية هذا، إنه تصوير من مسابقة السلاكز المقامة في كهف هيرينغبون. ولماذا سأهتم بأمر كهذا برأيك؟ لأن هذا يقول أن اسمه إيلاي شين، أتظن أن له علاقة بي؟ حسنا، لا بأس، لدي طرق للتعامل مع الشين، فكن مطمئنا.